عرفتي فاس كاين واحد القضيه ردت لها البالغين السمق والتاويل في كل شيء في الطياب في الهضره في التعامل في كل شيء زعما ما عندي ما نقول ساكن في واحد ستوري شحال هذه قلت فاس من اللي بدو اللي كيعجبوني وكيعجبني مدينه كتدخلها فيها واحد الانرجي كتريحك ولكن هاد اليومين اللي دوزنا ديال التصوير عشنا فيها بزاف ديال الحوايج واكتشفت فيها واحد فاس واحد اخر فاس قول كل العالم يا سلام الله هذا هو التريد هو التريد شفتو تقريبا كاع المراحل ديالو شفت الخبز بوحدو كيتصاوب ودابا هو في الطبق الاصلي هو هذاك هذه الطريقه اللي كنشتغل عليها هذه الطريقه الفاسيه الخبز ياك العروج الخبز وشنو شفتي الخبز الخبز شنو هذا ما عنديش مسمن فلو غاتسري دسي شوف الله يحفظك السي بوكا الله سلام يا سلام اذا هذا هو التريد الفاسي اييه الطريقه الفاسيه اييه سيدي من برا ما عندي ما نقول يا سلام الاصل الطيب التريد ديما كيدار غير بالدجاج هو بالدجاج انا فهمت كما عرفنا زعما الطريقه الفاسيه ديما كيكون بالدجاج تفاي اييه بهذه الطريقه وهادشي اللي الفوق بان لي بحال اللوز اييه هذاك اللوز ومع العسل مع العسل اييه وبصيله هذه مشرمله بصيله مشرمله طايحه بالنص يا طايحه بالنص اييه يعني نص طيب اييه كيف يقولوا لها في الفاس اييه الاصل طيب مرحبا بالاصل طيب الله يسرها لي سيفا مرحبا الله يسرها مرحبا الاصل طيب عزيز وغالي الله يطول لي عمرك وما عندو تابع الله يرضي تريد يلاه دوق اسيدي تفضل اخويا بسم الله ستوب دو سيكون عطينا بسم الله تفضل دوق سي بوك تفضل بسم الله يديك معايا بسم الله بسم الله بسم الله تجلسنيش هادي بنت لي ما فيها هضره ها ما فيها هضره ياك تعطلت باش نجاوبك بغيت ناخذ وقتي لانه اول مره كناكل هاد التريد هذا ما شاء الله اول مره دونك كنتعرف عليه حنا كنتعرفوا على بعضياتنا دابا هو وجود تشابه مع الرفيسه جاني تقريبا بحال الرفيسه ديالنا غير هو لا تيكستور ديال هاد التريد هذا رقيقه على الرفيسه وحتى المذاق كتحس كاين شويه المساخن باقي هذا ديالي كاين شويه المساخن مي جاني بحال الرفيسه خفيفه يعطيك الفيسه شويه ثقيله هي لا سبيسيفيتي ديالها ديال الفاس ياك كتكون شويه خفيفه حيت ما مقويلاش بزاف لا العدس ولا الحلبه ولا الحلبه الفيسه شويه ثقيله شويه ثقيله بالحلبه يعطيك بصح ولكن بنين كاينه واحد الميلونج زوين ما بين الحلاوه والملوحيه عرفتي فاس كاينه واحد القضيه ردت لها البالغين السمق والتاويل في كل شيء في الطياب في الهضره في التعامل في كل شيء زعما ما عندي ما نقول مرحبا بسي هشام هنا في فاس الشبع من عند الناس غير دعاوى غاتمشي بدعاوى الخير هنا سبحان الله العظيم فعلا تدعيو بزاف والله الا جميل زوين بنين وطيب في الدار كتحس به ماكله نيت ديال الدار نيت راه الماكله ديال الدار كما قلت لك حنايا راه هنايا ساكنين كنا شادي في الطفوله ونيت مازال الوالده هي اللي كطيب بيديها فيما تكون عندك شي واز ديال هشام غير عيط لي على فونس نوجدها لك الله يعطيك الله يرضي مرحبا الله يخلي عليكم امين امين مثلا شنو الحويجات اللي توجدهم لي هنايا مثلا كاين الطواجن ديال المج فاسي وكاين طواجن ديال كباب مهضوم حتى هو فاسي وكاين طواجن ديال الدجاج بالضغمير يا سلام والطواجن خلاص ديال الكسكسو حتى هو كنديروه بالتفايه والزبيب الله الناس يديروه بصباح طريف فاس كيديروه بالزبيب وبالتفايه أيه. وبالدوز حتى هو وكاين طواجن ديال اللحم بالبرقوق والزنجلان واك واك والزبيب كذلك وخلاص كاين طواجن عاوتاني ديال الطواجن ديال الكفته بمطيشه بلاصوص طوماط الله وقول له حسب الفصول يعني حسب الخضار المستخدمه اعطي مثال سير الايام مثلا على حسب شنو كاين في السوق بحال دابا الوالده الا لقات الخرشوف تهبط الخرشوف لقات ديال مثلا ديال السفرجل تجي طيب الحمام بالسفرجل على حسب شنو كان موجود ديك النهار في السوق وكذلك حتى في الصالات زعما اللي كنديروا اللي صالات كويت اللي كنديروا ديك الزعلوك والبقوله والرجله هذيك الشيء على حسب السيزون شنو ما كان على حسب شنو موجود يعني بحال الدار المغربيه كذلك هي كذلك هي يا صاحبي عرفتي راه انت شهيتي نجي نسكن عندك والله يا ودي والله العظيم راسي العين والله مرحبا بالاصل الطيب مرحبا الله يحفظك السي بوكا ومرحبا دابا مرحبا وسي كون ليستوار بيرسونيل وشنو القصه الشخصيه شنو كيفاش ليستوار بيرسونيل زعما كيفاش هو جا هادشي وبوبكر خويا كيفاش بديتي انت هذا المشروع هنا كيفاش هذه خدمتك دابا بلان طون انا صراحه والله انا كنت قريت القانون
اييه شديت ماستر في القانون هنا فاس اييه خدمت في الرباط وكان الوالد ديالي شويه عيا فاش من اش من تخصص في القانون التخصص ديال قانون الشركه جوريس دافير اييه وكنت هنايا كان الوالد شويه دار اون فيسي و سيري دافيسي كان عيا شويه بصح سو ايوا عيطي قال لي راه واحد المحل ماشي ماشي فيه هذا هبط شدو راك راجل قبضته سبحان الله العظيم نهار دخلنا هنايا كاننا خلقينا فيه عارفين شنو ندير لقيت راسي غزال لقيت راسي كنطيب لقيت راسي كنشوي لقيت راسي كندير داكشي اللي كان كيدير الوالد سبحان الله العظيم كنت سيتي زعما شي حاجه اللي ان فيك او صراحه الله ما نكذبش عليك زعما جي باغ بغيت لكم شويه لان هذا المحل عنده قصه عنده تاريخ زعما اكثر من 20 سنه وبزاف ديال الناس زعما كيعرفوه انا كان يبقى فيا حيت كان اني طا كان غادي يطيح كان غادي يتهدم ولحقناه بالاصلاح هذه واحد الشهر دابا عاد حليتو يلا حلينا هذه واحد ميم با دو واحد جوج سيمين والقانون نفع في شي حاجه في هذا الشيء ولا والو ضروري سبحان الله العظيم هذاك هو الحاجه اللي كتنورك شويه في الانسان كتنورك كتخليك قاري كيما كان الحال زعما كتخدم ولكن عارف شنو ليك وشنو عليك كساسوا زعما في الكوتي دي جيان لا في الكوتي ديال لاجيستاسيون ماروكان كي غادي دير مع الاداره المغربيه كلشي الحمد لله زعما سي بيان باسي ورضات الوالدين قبل كلشي زعما هي اللي كتنفع على قرايه ولا ضربات الوالدين كان سي اللي واقفه معنا زعما طبع الوالدين الله يحفظك السي بوكرا الله يطول عمرك ديما يسلمك عمرك مرحبا وانا فرحت بزاف اللي تلاقيت قاسم جانا وياك شكرا تعاون كذلك زعما وليت فرحت بزاف لانه تعرفت والله يا ودي مرحبا بسي هشام والله الا من الطفوله سي هشام كبرنا معاك سي هشام شحال معاك انا راه 30 سنه وكنت كنتفرج لك ملي كنت كدير عالم فاري وكل دم كل وكل كل 30 عام دابا رجعتي لنا مشاهدينا فان التورناج يا جميع الحلقات ديال الشعبي فوت في مدينة فاس خليو السي هشام يقولنا هاد 3 ايام كي داز فاس كي جا الاكل الشعبي ديال مدينة فاس خلي هشام قولنا كي جاك هاد 3 ايام هنا في مدينة فاس والاكل الشعبي ديال مدينة فاس شكرا لك مرحبا والف مرحبا سيدي مرحبا والف مرحبا وثلاث ايام دازت برعه شفتها فاس واحد اخر بماكله واحد اخر صحتك وراحتك الناس راك شفتي الناس كي دايرين تبارك الله زعما ساكت واحد السطوري شحال هذه قلت فاس من المدن اللي كيعجبوني وكيعجبني مدينه كتدخلها كتفيها واحد الانرجي كتريحك ولكن هاد اليومين اللي دوزنا ديال التصوير عشنا فيها بزاف ديال الحوايج واكتشفت فيها واحد فاس واحد اخر فاس والكل حاسس سيمو عادي كان كيتسنى نقولو كوبي كان كيتسنى نقولو كوبي وكيقول يا ربي خليو شي حاجه كان كيتسنى نساليو باش يتكا ويهجم تبارك الله على السي سيمو بالصحه والراحه نعم سيدي كي جاك هادشي غزال تبارك الله غزال الله يحفظك انت اللي غزال غتشوف قليول الله يخلي لي هاد السيفه ينصر عليك الله يصلي هاد السيفه سيدريس انت كمخرج لهذا البرنامج هذا شوف اول لقمه في النهار كامل واش داري انت هو اللي دار عليك الفيلم كامل انت هو اللي كتجري هادشي كامل عطينا الراي ديالك في هاد الوقيته اللي دوزتيها في التورناج ديال هاد البرنامج هذا والراي ديالك في الاكل الشعبي ديال مدينه فاس فاس حكم العالم وين تسولني انا فاس حكم العالم المعلم فاس حكم مدى العالم نعم بس وفاس حكم العالم لا كنقول لهم انا اللي وريتك هاد البلاصه حباس ساي حباس شوف باش تكون فود فلوجر وفي مدينه فاس وجيو الناس من كازا زيد كمل لا قول انت لا قول الناس اللي انت بايك في القناه ديالك انك هاد البلاصه ما كنتش عارفها كاع كاينه انت في مدينه فاس صراحه وبكل شفافيه والله عمري عرفتها فين جات هاد البلاصه هادي حتى وراوها لي الناس ديال كازا وقول الناس فين جات وقول با جات في العشابين ياك زعما دابا انت هو في كازا يلا قول الناس فين جات السي سامي وبالضبط في العشابين وما ادراك ما العشابين الموطن الاصلي للاكل الشعبي في مدينه فاس وان شاء الله غادي نجيو نشريو هاد القناه ديالو خاص حنا غنشريوها حنا غادي نديروه وجيب هاد القناه غنشريوها كامل تساوي كامل بكم هالقناه مليار اورو خل عندي شريط صحبه ما درتش شريط على راسي هذا